حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. بعد التحية دكتور مناف، ما هي مستجدات الحالات القادمة من إيران والدول الموبوءة حتى اليوم في إطار جهود الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19؟ أول مساء الأنوار عليكم، أحييكم من قصة العمليات في مركز ولي العهد بالمستشفى العسكري. مثل ما تعرفين، من يوم ما بدأنا حملة الترصد إلى الآن تقريبا فحصنا ما يقارب 2274 شخص اللي قادمين من الدول الموبوءة بالفيروس، وربي لك الحمد من هذا العدد تبين سلامة ما يقارب 2225 فحصناهم جميعهم وكانوا خالين من مرض الفيروس. فهذا يعطيك تقريبا العدد 49 مصاب. من 49 مصاب فقط شخصين هم اللي احتاجوا بعض الأدوية ضد الفيروس، أما الباقين كلهم وضعهم الصحي مستقر بدون تلقي أي أدوية خاصة للفيروس. نعم دكتور مناف، ماذا تم بخصوص 2292 من حيث التسجيل وفحص وجمع العينات أيضا؟ طيب، العدد 2292، بس أذكر أخواني المشاهدين هذا العدد حق الأشخاص اللي دخلوا البحرين قبل صدور القرار التسجيل، ولله الحمد ما زال مستمر وتم جمع العينات، والجميع صراحة الكل متعاون معانا. سمعتوا انتوا الخبر، احنا سوينا وحدات متنقلة حق الأشخاص اللي سجلوا من خلال أمس واليوم، وإحنا طبعا ننتظر النتائج المخبرية لما تطلع إن شاء الله يا اليوم أو بكرة. وطبعا أتوقع الكل إحنا عارف أن ما زال التسجيل مستمر حق هذه المجموعة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أو من خلال الخط الساخن اللي هو 444. نعم، المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.